علي معلول العاصر الكابتن الخطيب رئيس النادي، وعلي واحد من لاعبي النادي الكبار، نشوف رأيه. اللي يلعب في النادي الاهلي يعرف قيمه البطولات، يعرف انه في فريق اليوم ما كسب بطوله بكره يطوي الصفحه وعنده بطوله اخرى. يعني حاجه تخليك يعني تطلع في الليفل، تعدي ليفل تاني مع يعني النظام والسيستم. النظام لا هنا كل حاجه ماشيه بمبادئ وفي نظام وفي سيستم معين ما ينفعش تعديه، فكل حاجه ما شاء الله يعني مظبوطه في النادي الاهلي. وجود رئيس النادي معاكم خاصه في المباريات المهمه، ايه اهميه هالموضوع؟ لا هو الكابتن محمود الخطيب هو اسطوره من اساطير الكره المصريه، يعني تاريخ كبير ورمز من رموز الكره المصريه، رئيس يعني خلافا عن الكره هو رئيس عنده شخصيه، عنده الهيبه بتاعه وعنده احترامه، يعرف يختار التوقيت الصحيح باش يجي يتكلم مع اللاعبين. نعرفه الفتره اللي كانت فيها كلام كثير على رئيس النادي، لكن هو دايما رده يكون بالنسبه للاعبين انه الرد يكون في الميدان، وهذا احسن جواب نجم تقدمه للعباد اللي تتكلم على كابتن محمود خطيب. هو من الشخصيات المحترمه، أنا فرحان ومبسوط إني تعاملت مع رئيس نادي كما كابتن محمود الخطيب اللي نهدي له اللقب هذايا بعد السنة اللي تعب فيها برشا، لقينا برشا نقد، لكن هو كان محترم وكان ملتزم، وهذه هي شخصية النادي الأهلي اللي هو يمثلها يعني. أهمية الكلام ده في السؤالين اللي يبدو فيهم بساطة لكن مهمين جدا لعمق النتائج اللي تتوصل إليها لما تحصل على الإجابة. كابتن علي معلول يراه أسطورة طبعا من أساطير الكرة، شأنه شأن ناس كتير جدا، ولكنه قال ولكنه يتجاوز هذا الأمر كقائد، يعني أشار بوضوح إلى قيمته القيادية، وإن يعني دي أحد أسباب يعني الحميمية اللي بينه وبين اللعيبة، سماته القيادية والكلام اللي بيقوله لهم عشان يقول لهم ما تردوش على حد إلا في الملعب. فطبعا لما بيشير النادي الأهلي إنه منظم وقيادة بهذا المعنى، كل دي معاني جميلة جدا وفيها صدق، بدليل إن علي معلول موجود لحد النهاردة ويتمنى أن يستمر إلى الاعتزال يعني.